والنشاط لدى هذه الهجن التي نتابعها في هذا المسير، وانطلاقا موفقا لشوط آخر وهو الشوط العاشر في مجموع الأشواط خصص لفئة الحول المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. نتابع أيضا هذا التحدي مع 6 كيلومترات، نمشي أيضا بعرض هذا الميدان وناخذ أيضا مقدمة هذا الشوط، ونتابع المركز الأول شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي من يقدم شواهين بأول المراكز. المركز الثاني تأتينا دوارة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثالث وثالث المراكز بنا مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمداب بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يقدم مياسة بالمركز الثالث. أما المركز الرابع الشاهينية لهجن الرئاسة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي هو من يتابع هذا الشعار الذي يتقدم الآن إلى المركز الأول. أما المركز الخامس تأتينا الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني والمضمر السيد سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز السادس وسادس المراكز، فهنا أيضا الوصول من مزوح بالمركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد. المركز السادس تأتينا مزوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر عبيد بن شيلان المري هو من يقدم مزوح بالمركز السادس. أما المركز السابع تتقدم الآن الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن مروشد مع التضمير. أما المركز الثامن فهناك الخوارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفري. والمركز التاسع فهنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم لينيبي. والمركز العاشر أما المركز العاشر تأتينا محطة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير مع التضمير. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، انتهينا من العشرة المراكز الأولى ونعود مرة ثانية إلى قلب المعركة. نعود إلى المراكز الأولى لنتابع التغيير إذا هناك أي تغيير طرى وجرى على مقدمة الشوط. نشاهد ونتابع أيضا هذا التحدي وهذه الشعارات التي بدأت أيضا على المراكز الأولى. تتقدم الآن الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي من يقدم الشاهينية بأول المراكز. المركز الثاني تأتينا دوارة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يقدم أيضا دوارة بالمركز الثاني. أما المركز الثالث تتقدم الآن في هذه اللحظات مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سري بن سالم بالعرطي الحميري. النقلة التالية إلى المركز الرابع مزوح قادمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبيد بن حمد بن شيلان المري هو من يقدم مزوح بالمركز الرابع. أما النقلة التالية إلى المركز الخامس تأتينا شواهين اسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي هو من يتابع التضمير. نقلة التالية إلى المركز السادس وسادس المراكز تقترب الشاهينية لهجن الرئاسة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي من يقدم الشاهينية بالمركز السادس. والمركز السابع من واقع الشعار شعار أيضا هجن الرئاسة. والمركز المركز الثامن العنود لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عملية التضمير عتيج بن سالم بالعرضي
الحميري والمركز التاسع قادمه ايضا نشوه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مطر بن سيف اللاحد الهاجري، والمركز العاشر تقترب الخواره لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم سالم بن نايع بالشاوي القبلي على التضمير. هذه النتيجه للعشره المراكز الاولى مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وما زلنا نتابع في منتصف المسافه، نتابع ايضا ماذا طرى وجرى، نشوف المسافه المتبقيه، المسافه 1800 متر تفصلنا عن الناموس وعن خط النهايه. نعود مره ثانيه الى الشاهينيه لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم ال ثاني المضمر سالم بن عامر المدهوشي اسم كبير، ولكن دواره الدور مع الدوره وتتجه الى المنصه الرئيسيه، اتجاه صحيح وسليم بشعار هجن العاصفه باوامر وقياده وتضمير حمد بن راشد بن غدير من يقدم دواره بالمركز الثاني وجاهزه ايضا للاوامر، تنتظر الاوامر فقط من المضمر. ناخذ المركز الثالث الغدوم من مياسه لسمو الشيخ راشد بن حمد بن راشد المكتوم، بو حمد غادم ايضا، مسري بن سالم بالعرطي الحميري هو من يقدم مياسه بالمركز الثالث، والعصاقوس العصيف الابطان هناك ايضا الرابع تتقدم، مزوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، عبيد بن حمد بن شيلان المري هو من يتابع، هو من بدا يرسل اشارات التحدي القدوم من شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم ال مكتوم، حمد بن علي العويسي على التضمير. هذه الخمسه المراكز الاولى، هذه الخمسه المراكز الاولى، الكيلو المتر الاخير، استعدوا يا مضمرين، استعدوا يا مضمرين. المدهوشي مع الشاهينيه في المقدمه، يا سلام لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم ال ثاني، دواره لها كلام ثاني، دواره ما هو بعارفه وين تجاوز من اليسار او من اليمين. نقول 800 متر الاخيره، نعم هجن العاصفه قادمه مع دواره. المركز الثالث تتحرك شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم ال مكتوم، حمد بن علي العويسي من بدا ايضا يرسل اشارات الخطوره، يرسل اشارات التحدي، ولكن اشوف المقدمه، اشوف الشاهنيه صامده على المركز الاول لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم ال ثاني. سالم بن عامر المدهوشي هو من يامر، هو من ينهي، ولكن دواره تنتظر الاوامر فقط من حمد بن راشد بن غدير. ال 400 متر الاخيره، الناموس اين يذهب؟ الناموس الى زعبيل، الناموس الى الدوحه، ولكن اقرب الى زعبيل. تتحرك الان دواره، تتحرك مع عندما دارت العصا ودواره تتحرك الى الامام بشعار هجن العاصفه بقياده حمد بن راشد بن غدير. القدوم من قبل شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم ال مكتوم، حمد بن علي العويسي هو من يتابع، ولكن دواره الناموس، دواره العطاء، دواره العاصفه تصل الى النهايه بالمركز الاول. نعم تهانينا والناموس لهجن العاصفه. المركز الثاني سمو الشيخ زايد بن المر مكتوم ال مكتوم، المركز الثالث لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم ال ثاني، المركز الرابع لهجن الرئاسه، والمركز الخامس الخوار اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وهكذا استمتعنا في هذا الشوط، بهذا العرض، بهذه الشعارات، بهذه القوه، بهذا الاداء مع دواره التي انتزعت المركز الاول لهجن العاصفه المملوكه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. 9:26، 4 أجزاء من الثانيه. تهانينا ايضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير، اما اللي وصلت بالمركز الثاني كان من نصيب شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم ال مكتوم. التوقيت الزمني 9:26:08. تهانينا او الناموس. المركز الثالث شواهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، التوقيت الزمني 9:27 وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.